هو بالفعل عن عدد كبير من السكنات الاجتماعية يراهم مرتقبة للتوزيع في غضون الأيام أو الأسابيع القادمة الجاية إن شاء الله. اليوم رانا في بلدية شعب الحم، وزعنا مؤخرا 57 سكنة اللي راهي مسكونة، واليوم 60 سكنة اللي تمدت للمستفيدين تاعها، زيادة على 320 مسكن في طور الإنجاز، وتم إن شاء الله في غضون الأشهر القادمة الحصة الإجمالية نتاع أكثر من 450 سكن اجتماعي لبلدية شعب الحم الوزعة لكل المستفيدين من العملية هذه تاع توزيع السكنات الاجتماعية. عملية متواصلة كما تعرفنا في طور الانتهاء تاع عدد كبير من هذه السكنات في عدد كبير من البلديات، منهم البلدية الأصلية والأم بلدية عين توشن اللي راه مرتقب كذلك توزيع أكثر من 850 مسكن إن شاء الله في الأيام القليلة الجاية. القائمة راه جاهزة، القائمة راه جاهزة، رانا في اللمسات الأخيرة باش ما نخلطوش في أي إنسان. هذا من جهة، من جهة ثانية أنه نهار اللي ننشر هذه القوائم في تنشط ولا غير في تنشط، نطلب أن من المواطنين ولا ما يتقلقوش، ربما تكون فيه غلطات، ربما ما كانش ما يغلط، فيها فهمني مرحلة الطحون اللي تدار واللي يستحق به يدي السكنة يديها، واللي ربما غلطة وقعت لأن المعلومات كانت تجي خاطئة، وحتى الطالب السكن ما يمدهاش صحيحة، لكن في تحديات تندار من طرف كل المصالح المعنية حتى المصالح الأمن، باش نعرفوا الإنسان هل عنده إعانة مالية ولا سكن في هذه الولاية ولا في أي ولاية من الولايات، ولا عنده أرض لي بالنسبة لي راح نخليها باش نمدوا هذه السكنات للمستحقين الأصليين إن شاء الله. شكرا.